في نفس المؤتمر الصحفي كمان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيقوم بزيارة لبغداد نهاية الشهر الجاري. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري قال أن القاهرة بتلعب دور رائد من خلال علاقتها الإقليمية والدولية، وأن زيارة دكتور مدبولي لبلاده وهيتم خلالها تفعيل مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها في السابق وترجمتها على أرض الواقع. بالنسبة لبغداد، القاهرة تلعب دورا أساسيا في علاقاتها الخارجية والعلاقات الثنائية، هي أساس لعلاقات أخرى موسعة، وكانت لنا هذه الفرصة للتباحث حول هذه الأمور، وسيكون كما تطرق معالي الوزير إليه زيارات أخرى سواء من الجانب العراقي أو الجانب المصري، حيث نتشرف باستقبال الحكومة العراقية، تتشرف باستقبال السيد رئيس الوزراء المصري في أواخر هذا الشهر في بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم والتي وقعت في السابق وترجمة هذه المذكرات إلى عمل.